السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس اليوم إن شاء الله سوف نرى الفرق ما بين فوليو أريد، فوي تريد، ما بين أو بيزونيو أحتاج، أي بيزونيو أنت تحتاج. لاحظ هنا أريد، هنا أحتاج. سنأخذ عليهم إن شاء الله أمثلة في جمل، مثلا أريد أن أقتني سيارة، أريد شراء سيارة. voglio comprare una macchina. لكن إذا أردت أن أقول أحتاج إلى شراء سيارة، ho bisogno di comprare una macchina. ho bisogno di comprare una macchina. أنت تريد الدخول، مثلا تريد الدخول. voi entrare. voi entrare. أنت تحتاج إلى الدخول. hai bisogno di entrare. hai bisogno di entrare. سهلة، نأخذها واحدة واحدة. أولا نرى ho bisogno di. كما لاحظتم او في الأول، او أنا عندي فعل افيري. لاحظ إذا حطينا فعل افيري كامل مع الضمائر كاملة، أنا عندي، او أنت عندك، تو اي هو عنده، هي عندها، لي أ لوي أ نحن عندنا، نوي أبيامو، نوي أبيامو، فوي أنتم، أفيتي أفيتي هم عندهم أو هما عندهما، لورو أنو لورو أنو. الآن نحط بعدهم بيزونيو دي، بيزونيو دي لا تتبدل، يتبدل فقط فعل افيري مع الضمائر. بيزونيو دي لا تتبدل. لاحظ او بيزونيو دي اشيره، احتاج ان اخرج، يعني انا ايو، او بيزونيو دي اشيره، انت تحتاج ان تخرج. اي بيزونيو دي اشيره. اي بيزونيو دي اشيره، هل تحتاج الخروج؟ هي تحتاج الدخول. لي أ بيزونيو دي أشيره، هو يحتاج النوم. لوي أ بيزونيو دي دورميره. لوي أ بيزونيو دي دورميره. نحن نحتاج أن نعمل. نوي abbiamo bisogno di، فعل العمل، lavorare. noi abbiamo bisogno di lavorare. انتم تحتاجون. voi avete bisogno di lavorare. voi avete bisogno di lavorare. هم يحتاجون، مثلا هم يحتاجون التكلم معك، هم في حاجة إلى التكلم معك. loro hanno bisogno di parlare con te. loro hanno bisogno di parlare con te. لاحظ أنا أحتاج، io ho bisogno، أنت تحتاج، أنت تحتاجين، tu hai bisogno، هي تحتاج، لي أ بيزونيو هو يحتاج، لوي أ بيزونيو نحن نحتاج، نوي أبيامو بيزونيو أنتم تحتاجون، فوي أفيتي بيزونيو هم يحتاجون، لورو أنو بيزونيو دي. الآن نرى فعل فوليري، أراد يريد، حتى هو في البريزنتي، أنا أريد، إيو فوليو أنت تريد، تو فوي فوي هي تريد، لي فولي فولي هو يريد، لوي فولي نحن نريد، نوي
Vogliamo. أنتم تريدون. Voi. Volete. هم يريدون. Loro. Vogliono. نأخذ عليها حتى هي جملة. مثلا أريد الذهاب إلى العمل. يعني أنا أريد الذهاب إلى العمل. Io voglio andare al lavoro. Voglio andare al lavoro. أنت تريد الرجوع إلى المنزل. تريد الرجوع إلى المنزل. Voi, يعني tu, voi tornare a casa. Voi tornare a casa. هل تريد العودة إلى المنزل؟ Voi tornare a casa. Io voglio andare al lavoro. Tu vuoi tornare a casa. لاحظ أنا أريد. Io voglio. أنت تريد. Tu vuoi. نكمل. هي تريد. مثلا هي تريد أن تقول شيئا ما. هي بغا تقول واحد الحاجة. Lei vuole dire qualcosa. Lei vuole dire qualcosa. هي تريد قول شيء ما. Lei vuole dire qualcosa. هو يريد أن يبدأ. هو يريد. Lui vuole. فعل يبدأ. Iniziare. Iniziare. Lui vuole iniziare adesso. هو يريد أن يبدأ الآن. Lui vuole iniziare adesso. نكمل. نحن نريد مثلا استئجار منزل. نحن نريد كراء منزل. Noi. لا أقول noi voglio. Noi vogliamo. نحن نريد. Noi vogliamo affittare. فعل الاستئجار الكراء. Vogliamo affittare una casa. نريد أن نستأجر منزلا. Vogliamo affittare una casa. أنتم تريدون. تريدون. Voi volete. Volete. مثلا تريدون شيئا ما. هل تريدون شيئا ما. Volete qualcosa. Volete qualcosa. تريدون أكل شيء. Volete mangiare qualcosa. Volete mangiare qualcosa. هم يريدون. Loro. Vogliono. بالأو. Vogliono. Loro. Vogliono. مثلا هم يريدون التكلم معك. Loro. Vogliono. Parlare. Con te. Loro. Vogliono. Andare a Roma. هم يريدون الذهاب إلى روما. Loro vogliono andare a Roma. سهلة. نقوم إن شاء الله بآخر مراجعة. حاول أن تردد معي كي تستوعبها وترسخ لك في ذهنك. فعل volere في البريزنت يعني في الحاضر. أنا أريد. Io voglio. Tu vuoi. Lei vuole. Lui vuole. Noi vogliamo. Voi volete. Loro vogliono. Ho bisogno di. أحتاج إلى. أنا أحتاج إلى. Ho bisogno di. أنت تحتاج. Tu. Hai bisogno di. Lei. Ha bisogno di. Lui. Ha bisogno di. Noi, الجمع. Noi, نحن نحتاج. Noi abbiamo bisogno di. أنتم تحتاجون. Avete bisogno di. هم يحتاجون. Loro hanno bisogno di. Va bene? Adesso abbiamo bisogno di chiudere la lezione. نحن نحتاج إلى غلق الدرس. Abbiamo bisogno di chiudere la lezione.